السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اشارك معاكم النهاردة الفطار بتاعنا. ابتديت يومي كده بكوباية قهوة باللبن، بلبن بودرة، وكالعادة اتدلقت مني. حطيت القهوة كده على النار، وهعمل بقى معاكم الفطار. تعالوا نشوفوا بقى الفطار هيبقى عبارة عن ايه. انا مقطعة هنا بطاطس هقليها، وعندي هنا 2 بتنجان، هعمل واحدة مقلية كده عادي، وهعمل واحدة بغنوج. وهنا الغسالة كنت حاطة فيها الغسيل من بالليل، شغلتها على ما اخلص الفطار كده يكون هي خلصت. شغلتها على 60 عشان دي هدوم بيضة وعايزاها تنضف، فشغلتها على درجة حرارة 60. اهي الدلقة فرط مني واتدلقت كالعادة، بس طبعا اول ما العين تبرد هشيلها وهنضفها على طول عشان ما تلزقش. هنا حطيت هنا البتنجانة تتشوي على النار عشان اعمل بابا غنوج، بس ما كانش عندي طحينة فعملتها عادي بدقة عادية خالص. صبيت هنا بقى كوباية القهوة بتاعتي. ما تنسيش كل ما انت قاعدة فاضية وموركيش حاجة شغلي لسانك بذكر الله، دايما تذكر الله، دايما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. صبيت القهوة بتاعتي ومليت هنا الكوباية بتاعتي مية عشان ما يلزقش فيها برضو القهوة عشان اغسلها. والطبقين دول في الحوض من بالليل، معرفش بقى ايه اللي انا غسل المواعين قبل ما انام يعني، بس مش عارفة ايه اللي حطوه. وهنا البتنجانة بتاعتي هشويها، هتشوي معايا هنا براحتها، وايه وهنقشرها وهنعملها بغنوج. نقلتها العين الصغيرة، وانا قطعت البتنجان بتاعي وده بيض بلدي. هحطه هنا عشان يستلق. حطيته الاول في مية عشان اغسله. بعد ما اغسله كده من اللي هي اللي فيه الوساخ اللي فيه دي، هروح حطه بقى في مية نظيفة بملح بخل، واحطه على النار نقطة خل كده عشان ما يسلخش مني. حطيته هنا كده البيض على النار بشوية ملح ونقطة خل وحطيته على النار. والبتنجانة هنا جنبي بتتشوي، كانت مقربة تتشوي اهي. هنا اتشوت معايا وقشرتها، والبيض برضو اتسلق وقشرته. حطيت هنا فص توم، فص توم واحد بس، مع نص معلقة شطة. هي مكانتش شطه قوي، مش حراقه قوي، لان انا عاملاها من الفلفل الرومي عشان احنا عيالي بيحبوا ياكلوهم ومبرضاش اكلهم الشطه. بشويه ملح، دي كزبره على كمون على ملح على نزلة فلفل اسمر، وهدقها كده واروح احطها على البتنجان. هرسها كده بالشوكه، مكانش عنده طحينه. ساعات انا بعملها بالطحينه واروح ضربها في الكبه، بتبقى ناعمة قوي، بتبقى برضو طعمها روعة. هي لسه كده بالشوكة، واروح حط عليها الدقة، واروح حط عليها الليمونة، بتبقى طعمها رائع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عصرت عليها الليمونة كده، حط عليها الشطه اللي عندنا اللي احنا دقيناها بشويه ملح وفص ثوم، وهرس فيها كويس، اخليها ايه، احاول ان انا اهرس فيها كويس يعني. حباها ناعمه خالص اضربها في الكبه، هتبقى ناعمه معاكي خالص زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. برضه هبقى اعملها لكم مره، ما جبت طحينه هعملها لكم مره مضروبه في الكبه. والبيض هنا سلقاه، احطه في شويه سمنه واحط عليه حته جبنه قريش، وانا كلها برضو. دي بتنجان كنت خلاص حمرته اللي انا كنت مقطعاه، وده البيض اللي انا سلقته هحطه في سمنه. وعملت هنا شويه سلطه، ده اللي هو الكرنب الموف ده بتاع السلطه، هقطعه. انا قطعته هنا كبير، شايفه السكينه كانت تلمع معايا فضايقتني، وسيف كان عمال يعيط وكده خلاني استعجلت اوي
في السلطة يعني، قطعتها كبير، بس احسن برضو ان هو يكون كبير، لان كل ما تكبري فيها كل ما انت هتمضغي فيها اكتر فهتشبعي اكتر. للناس اللي هما بيعملوا دايت. وعندي جرجير هحط منه خيار وطماطم، اللي عندك بقى حطي جزر، كل اللي عندك فلفل، بصل، بصلايه كده، حطي كل اللي عندك حطيه، مفيد جدا للعيال، مفيد جدا ليكي برضو، وبالذات للناس اللي عندهم انيميا، والناس برضو اللي بتعمل دايت. جميل. اول ورق اللي هو الموف ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اقطع كده الخيار، انا بستسهل الصراحة ان انا بقطع على ايدي كده، بستسهل من عن القطوع، بستسهل عن القطوع. خدت هنا شوية جرجير من انا غسلاهم ومنضفاهم كويس، وهقطعهم واحطهم على السلطة. عندي خضرة كانت فايضة مني حقنتها في التلاجة، حطيتها برضو، حلوة مش وحشة، بتبقى الاحسن طبعا بقدونس، بس ما دام انا عندي خضره احطها كلها يستفيدوا بال اهي، عنده خضره مشكله فحطيتها عليها. بس انت لو عندك ضيوف ما تحطيش الخضره كامله، حطي بقدونس بس، بتخلي لها طعم جميل قوي وريحه حلوه قوي. وهنا بصلايه صغيره من الاخضر حطيته برضو، وغسلت البصل كويس وحطيت منه كده، ياكلوا منه كده. وعملت هنا بطاطس مقلية، وعملت طعمية، كان عندي عجينة، جبت عجينة، اشتريت عجينة يعني وعملتها. حطيت عليها ليمون وظبطت الملح بتاعها وظبطت كل حاجة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. حبيت اشارك معاكم الفطار بتاعي او بتاعنا. قلب كده كويس، عايزه تحط عليها شويه ميه، حطي الميه بتاعتها بتبقى طعمها حلو. هنا العجينه بتاعتي هاخدها واعملها بقى كده. انا عملت معانا بيض اهو، البيض اللي انتوا شايفينه ده بالسمنه والجبنه، ودوت فجل قطعته وغسلته كويس، وده السلطة، طبقين سلطة، وادي البتنجان، وادي البطاطس، وادي البصل برضو مقطعه كويس وغسلاه كويس، وادي الجرجير ده، دي الطعمية اللي انا قلتها. كده بقى خلصنا بقى الفطار وفطرنا ومش عارف ايه. قلت بقى اما اغسل بقى شوية المواعين اغسلهم معاكم، انا اول مرة اغسل المواعين معاكم، يعني اول مره اشارك معاكم الفطار واشارك معاكم المواعين. غسلت هنا الرخامه بتاعتي عشان خاطر احط عليها، اصفي عليها المواعين، اغسلها كده كلها عشان اصفي عليها المواعين، اغسلها كويس بقى. واي حاجه عندك، الرخامه، الرخامات، مش عارف، البوتاجاز، مشي عليه كده برضو عشان يبقى نضيف معاك اول باول. كنت هنا بقى انا نيمت سيف، كنت لسه منيمه سيف، انتوا شفتوه في الاول ان انا كنت حطاه على الرخامه، عمال يعيط اليومين دول كده مش عارفه، عيان. هنا المواعين كلها في الحوض، فايه هشطفها كده واروح ايه غسلها بقى بالسلكه كده وارجع اشطفها تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كنت بغسل معاكم المواعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب الفيديو بتاع النهارده عجبكم، يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحه. هنا حطيت غسلت المواعين، حطيت طاقة الصف عندكم اهو، برضو لمعت البوتاجاز بتاعي.